لا انا شايف ان الفكره حلوه كتير وبنشغل عليها، كما قال تامر ممكن تصير اكثر شموليه خاصه مع دخول العنصر النسائي والصوت الحنون مع جعيرنا مثل ما بتسميه وداد ونوال. سمعنا رياض شويه جديه مع شويه مزح وفرفشه مشان الافكار تولع. بس يا جماعه اللي احنا لازم نجتمع مع البنات الصوماليات ويجيبوا معهم شويه اغاني وموسيقى فلكلوريه، هي من ناحيه. ومن ناحيه ثانيه لازم نقعد معهم ونشوف طبقات اصواتهم اذا كانت مناسبه ونشوف امكانياتهم. صح صح، هي سهله، وبعتقد انه هن بيقدروا يشاركوا بالمقطع اللي بتتخلله للموسيقى الصوماليه وبالذات الايقاعات اللي بتتميز فيها الصومال وافريقيا، وهي اذا تدخلت مع الموسيقى الهارد بتطلع كثير حلوه، وخاصة بعد ما تدخلي للموسيقى الشرقية بعتقد إن فكرة ما حدا سبقنا عليها. تاريكي مالك سهلة يا نوال، مو بس أفكار حلوة وخليتي كمان الطاقات اللي عند الشباب تطلعوا بأعلى مستوى. جد عجبتك الفكرة؟ مو بس الفكرة، الفكرة وأهدافها، لأنه هذا المستوى من الموسيقى العيال كتير بيشتغلوا فيه. طب خلص شوفوا أنتوا أمتى بتحبوه مشان نجمعكم يا بنات. خير البر عاجله، أنت اتفقي مع الصبايا والشباب جاهزين بأي وقت. قال لي تامر إنك بلشت تكتب، ممكن تسمعنا شيء من اللي عم تكتبه؟ مين طلب إلا الطلب؟ أصلاً أنا قاعد لحن شق، بدي حدا يسمع اللي كتبته ويعطيني رأيه. خلص لا تنشق، نحن رح نسمعك كلياتنا ونعطيك رأينا. أذنكم نظيفة ومفتوحة؟ خلصنا بقى أرى. اسمعوا لك، كل يوم عم نسمع خبر عن أرض عم تحتل، كل يوم في صاحب أرض عم بيعرى عم بينزل، كل يوم في وعد وحكي لت وعجم بيضل، كل يوم في صرخة وطن بالعالم المنشل. بعدين تنزل جملة موسيقية وهي شغلتكم. برجع دوري، قصدي الكلام. من سوريا رمز العروبة، صرخة وجع لتفيق الأحرار. من سوريا رمز العروبة، صرخة أمل ما بينهزم سوار. من سوريا رمز العروبة، صرخة وعيد اسمع يا استعمار. لا تآمن للآثار مهما هدي التيار، بأي زمن بأي وقت رح ينفجر هالدار. اسمعنا يا استعمار، رح ينفجر هالدار. بعدين تنزل جملة موسيقية وأغنية معروفة، خبطت آدمكن على الأرض هالدارة، أنتو الأحبة وإلكم الصدارة. وشو جاب خبطت آدمكن للي عم يشتغلوا؟ بالعكس أنا شايفة دخوله هون كتير مناسب. أولا لأنه اللحن والأغنية مرتبطة بأذهان الناس، ثانيا لأنه بتكمل المعاني اللي عم نطرحها وبدنا نطرحها. أنا مع فكرتك تماما، لأنه هي أسهل طريقة بتقدر توصل فيها للناس. وأنا مع الفكرة، حبيتها. شو رأيكم شباب؟ معقول، معقول جدا، حلوة حلوة. كمل شو كاتب، أنا شايفة إنه بداية مشجعة. اسمعوا القطعة الجاية وركزوا فيها، لأنه هون بيهمني رأيكم فيها. كل العالم خدموا لحنا، كل العالم بدنا نسود، قتل ودم الله مسامحنا، وهدفنا وعده الموعود. في ناس باعتنا. حيلك حيلك، وين رايح؟ نحن نقول هيك كلام بدنا نغنيه كمان؟ هدي تامر، خلنا نسمع الباقي بعدين نعطي رأينا. برافو عليك توني، يمكن أنت الوحيد اللي قدرت تفهم علي. كل العالم خدموا نحنا، كل العالم بدنا نسود، قتل ودم الله مسامحنا، وهدفنا وعده الموعود. في ناس باعتنا ضمايرها برات وجوا الحدود، في ناس رح تركع بالقوة، نحنا النار نحنا البارود. يعني إذا ما خاني ذكائي أنت هون عم تحكي بلسان الصهيونية وأمريكا والغرب المتسلط. مو بالضرورة كل الغرب، المقصود اي دولة الى اهداف استعمارية وعين على بلد او بلاد اخرى. بس هيك رح نفهم انه نحن بدنا نسود العالم والله مسامحنا، وعم نشتري ضمير الناس ونركعهم بالبارود والنار وبالقوة. رح ينفهم هيك اذا عقلهم صغير مثلك، بس اذا فكرنا بشكل صح وكيف نقدمها رح تتغير المفاهيم ونقدمها صح. طوني معه حق، وهذا المقطع رح يجي بعد خبطة قدمكن على الارض هالدارة. صح صح، واللي رح يكونوا عم بيغنوها هن شباب وبنات شكلهم صح ومتوازن، وفجأة بيطلعوا الخنافس يلي عاملين شعرهم مثل السياخ الشيشتاوي، واللي مطولين شعرهم مثل الهبيين. أنا آسفة على التعبير، بس لضرورات الشعر قصدي الغنية. برافو عليك نوال، لأنه هي الطريقة الوحيدة اللي بنقدر نوصل فيها للناس إن الكلمات اللي عم تنقال بالغنية هي بلسان الاستعمار الصهيوني. الفكرة مو بطالة، بس المسمار تقيل شوي. يعني رأيكم كمل بهالاتجاه؟ أكيد كمل، وهيك أخطوني. أنا آسفة ما كان قصدي الإهانة، بس هذا المقطع إذا تلحن على طريقتكم بالهارد ميوزك أكيد رح نوصل للدمج اللي نحنا كنا عم نحكي عنه. أنا شايف إنه نوال معها حق بكل شيء قالته، خلونا هلأ نناقش الأمور مرحلة مرحلة. وهو كذلك.